في هذا الدرس راح نتكلم عن التطعيمات، جدول التطعيمات. راح نتكلم عن الشهر الرابع والجرعات المهمة في التطعيم. طبعا في الشهر الرابع الأم تعطي جرعة أخرى، وهي جرعة تشل الأطفال الثانية، وأيضا تعطيه تطعيمة أخرى اسمها التطعيم الثلاثي، والتهاب من التهاب الكبد الوبائي، وطبعا الفئة فئة باء. وأيضا تعطي الأم تطعيمة في الشهر الرابع اسمها الهيموفليز الفلونزا، الفلونزا من فئة باء، وطبعا هذه جرعة ثانية. تكلمنا في الدرس السابق عن الهيموفليز الفلونزا فئة باء، تأخذها في الشهر الأول. أيضا من الضروري التأكد من الجرعات في الشهور، ولا تعطي أكثر من نسبة الجرعة المحددة من قبل أخصائي التطعيم. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في الدرس القادم عن التطعيم التي تختص في الشهر السادس، وهي مهمة جداً.